إذا تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة خلال عطلة نهاية الأسبوع وطقس حار نسبياً إلى حار في عام مناطق المملكة وانخفاض طفيف على درجات الحرارة والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية. مساء الخير. إذا تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة نسبيا خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، وكما نشاهد هنا من خرائط درجات الحرارة الواردة لدينا في مركز طقس العرب، كانت الأجواء حارة نسبيا يوم الخميس في جميع الأوقات، ولكن بالنظر إلى خرائط درجات الحرارة يوم الجمعة نجد أن هنالك ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بما يعادل 5 إلى 6 درجات، إلى أن تعاود درجات الحرارة يوم السبت بالانخفاض تدريجيا لتصبح الأجواء صيفية اعتيادية في عامة مناطق المملكة. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة عمان، حيث تكون الأجواء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 21 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 15 كيلومتر في الساعة. أما في 3 أيام القادمة في العاصمة عمان، يوم الجمعة تكون درجة الحرارة 33 درجة مئوية نهارا والأجواء صافية 21 درجة مئوية ليلا. أما يوم السبت فهنالك انخفاض على درجات الحرارة لتصبح 29 درجة مئوية و19 درجة مئوية ليلا. أما يوم الأحد تكون درجة الحرارة كما هي يوم السبت لتصبح الأجواء صيفية اعتيادية في العاصمة عمان. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد في مناطق المملكة ونبدأها شمالا. أجواء حارة نهارا من 35 إلى 22 ليلا في إربد في المفرق 38 إلى 22، في جرش من 37 إلى 23 درجة مئوية، وفي عجلون من 35 إلى 20 درجة مئوية في ساعات الليل. في العاصمة عمان 33 إلى 21، في الزرقاء 38 إلى 23 درجة مئوية ليلا، في البلقاء 32 إلى 20 درجة مئوية، في مادبة 32 إلى 20 في ساعات الليل. أما في البحر الميت أجواء حارة جدا، وتنبيه أيضا من التعرض المباشر للشمس خلال ساعات النهار، 41 درجة مئوية نهارا و27 درجة مئوية في ساعات الليل. جنوبا من الكرك 33 إلى 20 درجة مئوية ليلا، في الطفيلة 31 إلى 18 درجة مئوية، في معان أجواء حارة من 38 إلى 23 درجة في ساعات الليل، في جبال الشرات 28 إلى 16 درجة مئوية في ساعات الليل. في العقبة أيضا أجواء حارة 40 درجة مئوية في ساعات النهار و26 في ساعات الليل. في المناطق الشرقية نبدأها من رويشت، حيث تكون درجة الحرارة 42 إلى 27 درجة مئوية، أجواء حارة. في الصفاوي كذلك الأمر 42 إلى 27، وأخيرا في الأزرق من 43 إلى 25 درجة مئوية في ساعات الليل. إذن كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.